زيارة أو في نهاية الزيارة تاع ماكرون ألح تبون على إمضاء إعلان الجزائر، مش عملية تجديد العلاقات الجزائرية الفرنسية ولا كلام فارغ، هي ما عندها حتى معنى وماكرون على باله، وجابوه من الورقة رجع للجزائر باش غادي يتوحشوا تبون ويحب يحضنوا وهو اللي يودعوه وكذا. هذه الحكاية، وأنا طامع في حكاية الإمضاء. ماكرون ماهوش طنح، ماكرون ماهوش طنح، ماهوش غبي كيما تبونو وشنقريحة. جاهم ده، ولكن شوفوا لو جيست اللي عمل، شوفوا مليح لو جيست اللي دار بعد ما مضى وسلم على تبون. شوفوا شفتوا الغمزة؟ نعاودوها، شوفوا كاش يغمز. زيدوا اللي راهم يشكوا، شفتوها؟ باينة، لا لا، شكون غمز؟ غمز للصحافة الفرنسية والوفد اللي معاه. واش تعني هذه الغمزة؟ كيفاش زوج رؤساء يسلموا يدور يشوف يضربهم بغمزة؟ غمزة باينة معبرة، راهي ماهيش تاع خروط وعينين، هي غمزة معبرة. غمزة معبرة، هذه غمزة معبرة. وضحك ودار هاني عند اللي يفهم واللي ما يفهمش، وماش محتاج باش تكون خريج ساسين باش تفهمها باللي يعني راني كنلخدم. انا با بيزو سورسي ساسين بو كومبروندر كي ساجي دون موكري اللي رانا نكلحو فيه، نكلحولو، ضربو النح، ضرب النح، ها واش معناها؟ يتكاكاو شو الحرام وفيقوا وكذا. ماكرون والفرنسيين فايقين لكلش وعارف فاهمين كلش، فايقين لكلش وفاهمين كلش، وعلى بالهم بلي العصابة هذه ما عندهاش مستقبل في الجزائر، على بالهم العصابة ما عندهاش مستقبل في الجزائر. هذا هو اللي باين. انور صحافة بودورو والقنوات التلفزيونية ما يتكلموش على هذه المواضيع، واش قلت توجدوا هنا ما لا تجدونه في قنوة العار وفي صحافة بودورو. الغمزة هذه باينة يا الناس، وعلاش ما يتكلموش عليها؟ وعلاش ما يعلقوش عليها؟ وعلاش ما يديروش عليها المناقشات؟ وقال اسمعوا واش الحكاية هذه؟ هذا رئيس دولة جا مضى الإعلان وسلم وضرب فيها خمسة، يعني ضربوا النح، اضرب النح، خلينا نكلخولو. هذا هو كلخول تبون ولد الحرام، كلخول شنقريحة ولد الحرام، كلخول عصابة العراية ولد الحرام. مين ماشي للشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري فايق.